أتشرف أن أنقل لإخواني المشاهدين حديثا من عيون أحاديثنا يبين فيه إمامنا الصادق عليه السلام كل شيء. فقد نقل محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى من عيون الأصحاب، أصحاب الإمام عليه السلام، أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: قلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. كان حريز هو أحد أصحاب الأئمة يروي عنهم ويكتب ما يروي، فهو قال له: أنا أخذ صلاتي من كتاب صاحبك حريز. قال عليه السلام: لا عليك، قم صلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال عليه السلام: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، قلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، أرسل يديه جميعا على فخذيه، وقد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، يعني صف إجريها الشكل باتجاه القبلة، وبينهم 3 أصابع مفرجات، مش هيك هالشكل. واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر. ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيهة بمقدار ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، صبيعه مفرجات على ركبتيه، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد ركبتيه إلى الخلف. يعني عندما وضع يديه، اسمحوا لي إخواني، فتح بين أصابعه، نزل ورد ركبتيه إلى الخلف، بحيث لو جعل حماد بن عيسى قطرة ماء على ظهره لما انحدرت لا إلى الأمام ولا إلى الخلف. ركبتيه كعين بين يدي كفيه، ونصب عنقه أثناء الركوع، مد عنقه وغمض عينيه ناظرا إلى موضع سجوده طبعا، ثم سبح 3 بترتيل وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما. فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه. عندما انهوى إلى السجود سلام الله عليه استقبل الأرض بيديه قبل ركبتيه، وقال بعد ما وضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه، يعني ما في عضو متكي على عضو، كل الأعضاء قد لبست الأرض، وسجد على 8 أعظم: الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف. فهذه 7 فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة أي مستحبا، وهو الإرغام. ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: الله أكبر. ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على اليسرى، لكنه متكئ على جانبه الأيسر، ثم سجد 2 وقال كما قال في الأولى، ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع أو سجود، وكان مجنحا بالسجود، مجنح مش هيك، مجنح. البعض يضع ذراعيه من هنا على الأرض، لا، يستحب
أن يفرج يرفع ذراعيه عن الأرض، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى ركعتين على هذا ثم قال: يا حماد صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك. انتهت الرواية. الحقيقة أننا أمام نص رائع بيّن فيه الإمام عليه السلام دقائق وتفاصيل الصلاة التامة، أي المشتملة على المستحبات في الأفعال والأقوال وكيفيتها، حتى على مستوى التنفس في الصلاة وكيفية